السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر 97 FM في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب. مساك الله بالخير يا أحمد. مرحبا بك يا تميم، حياك الله. حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة اللي بنتابع مع ضيوفنا في الاستديو مواضيع مهمة ومميزة، إلى جانب مواكبة لأبرز الأحداث والفعاليات اللي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: بريد قطر يحصل على اعتراف دولي من أهم هيئات الاعتماد البريطاني في نظم الإدارة والخدمات والشفافية. وزارة البلدية والبيئة تنفذ برنامج مراقبة جودة البحر لضمان حماية البيئة البحرية. دولة قطر تحافظ على موقعها المتقدم كأول مصدر للغاز المسال عالمياً. وفي البداية، حقق بريد قطر إنجازاً جديداً بحصوله على اعتراف دولي في نظم الإدارة والخدمات والشفافية، وذلك من قبل إحدى أهم هيئات الاعتماد البريطانية المعترف بها عالمياً. حصل بريد قطر على الاعتراف الدولي في نظام الإدارة المتكامل من قبل شركة بيرو فيرتاس انترناشونال، وهي إحدى هيئات الاعتماد البريطانية المعترف بها عالمياً. وبموجب هذا الاعتماد، منحت الشركة القطرية للخدمات البريدية شهادات اعتماد دولية في 3 معايير تشمل نظام إدارة الجودة ونظام الإدارة البيئية. يشار إلى أن بريد قطر قد حقق في الربع النهائي من العام 2017 نسبة 100% في مهل التوزيع الخاصة بخدمات البريد القياسية، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن الاتحاد البريدي العالمي. مشاهدينا الكرام، وفي إطار سعيها للحفاظ على البيئة البحرية، بدأت وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الرصد البيئي تنفيذ برنامج المراقبة الشهرية لجودة البحر، حيث ستقوم الإدارة بتقديم تقارير شهرية عن حالة البيئة في دولة قطر تتضمن تفاصيل فيها إذا كان هناك أي تلوث. الحديث عن تفاصيل هذا البرنامج معنا في الاستديو السيد علي جاسم الكواري، رئيس قسم جودة البيئة المائية في الوزارة. مرحبا بكم وسهلا. الله يحييك. حياك الله أبو جاسم. الله يحييك. يا مرحبا بك أبو جاسم. في البداية لو تعطينا نبذة عن هاي برنامج المراقبة وشلون بيكون بشكل شهري. نعم، بس هاي البرنامج هو طبعا يعني كان يعني من إدارة الرصد البيئي ويعاز من وزير بلدية البيئة، وزير البلدية والبيئة، بعمل مراقبة يعني البيئة البحرية بشكل مستمر. احنا كنا نسويها تقريبا مرتين في السنة كل 6 شهور، لكن الوزير قال لا، انا بمراقبة شهرية، فسوينا برنامج شهري نطلع تقريبا كل شهر ناخذ كل القراءات من البيئة البحرية. ما شاء الله. نعم. لو نتكلم عن الأهداف المرجوة من إجراء هذه الإجراءات كاملة. إدارة الرصد معنية يعني بالمحافظة على البيئة ومراقبة البيئة بشكل عام. البرنامج ذي يعني تقول مثلا بسم الله، لو قلنا مثلا أي تلوث مثلا في البيئة هو مثلا معني فيه ويراقب مثلا كمراقبة عامة للبيئة، إذا في أي تغييرات أو في شيء مثلا يكون إحنا مثلا أول ما نعرف بهالشيء. ممتاز. بعدين صحيح. يكون له إجراءات ثانية طبعا إذا كان في تلوث أساس تفادي أي شيء لا سمح الله. نعم. واتخذ الإجراءات اللازمة سواء للتلوث أو غيره. إيه نعم. ممتاز. نعم. جميل. إحنا الآن نلاحظ في تحرك كبير في وزارة البلدية والبيئة، خاصة في غرفة العمليات ومراقبة الشواطئ بشكل قريب. نعم. سمعنا كان من فترة في المد الأحمر وشلون تعاملتوا معه. نعم. فهل اختيار سعادة الوزير للتقارير الشهرية هذا يعني أن في تغيرات بيئية قاعدة تحدث في البحر، هذا اللي خلاه يتوجه إلى أن يكون التقارير شهرية؟ والله أنا بالضبط ما أعرف شنو الأشياء اللي صارت، لكن هاي شيء المد الأحمر ظاهرة طبيعية تصير سنوية. صحيح صحيح. لكن أتوقع أن الوزير عنده رؤية ثانية أو يعني أفكار ثانية، لكن كان يبي بس مجرد يتأكد أن البيئة البحرية ما فيها أي تلوث
يعني على فترة، يعني مثلا يكون تقرير شهريا، لأن بعد فترة إذا كان تأكد أن كل شيء طيب يرجع الموضوع على ما هو عليه. يعني جميل، بالعكس جميل. هذا شيء تشكرون عليه، وفعلا مثل ما ذكرت يعني لابد من المراقبة. البيئة البحرية بيئة جدا مهمة، وبيئة لها روادها اللي سواء من المصانع اللي موجودة، من الناس اللي تحب انها تحدق وغيره، فلا بد من وجود مراقبة حتى نكون الأوضاع مثل ما ذكرت تكون لفترة معينة، وعقب ان شاء الله صحيح الأوضاع ترجع طبيعية. نعم ان شاء الله. طيب لو نتكلم عن آلية التنفيذ لهذه البرامج. نعم، البرنامج الله يسلمك هو احنا قلنا شهريا، قبل طبعا بداية الشهر احنا نجهز، عندنا معدات في المختبر، أجهزة ومعدات لقياس الماء البحر، وعندنا رسل ممكن نرتب مع إدارة الحماية بحيث أنهم يجهزون طراريد عندهم، قواربهم وستاف اللي عندهم وظفينهم يكونوا جاهزين للطلعات البحرية، يطلع معاهم بعد أذكر بعد قطر البترول، مدينة خان الصناعية، مدينة أم سعيد، لفان الصناعية، ميناء حمد، كلهم هذولا يشاركونا في دعم اللوجستي للمشروع. نعم. فنأخذ من عندهم مواعيد ونطلع الشباب على هالمواعيد، يطلعون يأخذون الأجهزة، يأخذون العينات من البحر ونسلمها المختبر. تقريبا يعني ياخذ تقريبا الموضوع تقريبا شهر، يكون بدايه الشهر الثاني التقرير جاهز عند سعاده الوزير. جميل جميل. طيب احنا دولتنا العزيزه قطر شبه جزيره، فهل يتم المسح على جميع الشواطئ ولا في مواقع متمركزه لهذا المسح؟ احنا يعني اذا تكلمنا على الاداره احنا يعني مشمولين حق كل قطر، يعني سواء كان بر وبحر وهواء، بعد عندنا قسم حق الهواء، لكن احنا الحين نتكلم عن مشروع بس المراقبه الشهريه لجوده البيئه المائيه. الله يسلمك، يعني هو المشروع هذه بس في البحر. صحيح. عندنا نقاط بحريه داخل البحر تقريبا حول تقريبا كيلو او 500 تقريبا، وناخذ العينات منها من البحر. جميل، يعني هي نقاط دائمه. اي نعم، يعني تشمل عندك الله يسلمك من 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 ميناء حمد، مسعيد، عندك الخور، لفان، عندك جزيرة تركن، وعندك دخان، وعندك سلوى. ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله. ناخذ نقاط تقريبا، هي تقريبا 7 نقاط ناخذها شهريا وتحلل في المختبر البيئي، والنتائج تعرض على سعادة الوزير. جميل. يعني يمكن ذكرت انت عدة اسامي اللي هي فعالة جدا، مصانع ضخمة، ومن أحد أوائل المصانع حتى في اكتشاف الغاز الطبيعي وغيره، مثل تخان وغير المواقع اللي ذكرتها. هل يكون المسح فقط على المناطق هذه بالذات، أم يكون مسح بشكل عام؟ يعني لو نتكلم شوي بشكل أدق عن اللي ذكرتها من قبل شوي، ذكرت عدة شراكات بينكم وبين الجهات هذه، لكن هل هي هذه الجهات فقط أم هناك جهات أخرى؟ نبيك تعيد لنا الجهات اللي شارككم في المسح. مسح الميدان. إحنا عندنا سلمك الإدارة التعاون مع إدارة الحماية. نعم. كانت في الأول إدارة العمليات البيئية، انتقلت الحين للحماية البيئية. نعم. وعندك مثلا لو قلنا مثلا من مدينة مسعيد الصناعية، ممتاز، يوفرون لنا مثلا القارب بحيث أنهم يكون جاهز حق الطلعات، ونفس الشيء اللي هي لفان، ميناء حمد، ومدينة تدخان، هاي كلهم يساعدوننا يعني في أي وقت نطلب من عندهم، سواء كان شهري أو مثلا بلاغ مثلا جاء عن طريق إدارة العمليات، نطلع مع القوارب هذه تنسيق معهم وناخذ العينات. نعم. هل في تعاون بينكم وبين جامعة قطر، مع ان فيها احد المختبرات الضخمه اللي موجوده؟ والله ما نستغني عن جامعة قطر طبعا، يعني احنا احيانا اذكر قبل عدة سنوات. نعم. اذكر اني زرت جامعة قطر وزرت المختبر اللي موجود داخل، كان في هناك بحوث مختصة في البيئة المائية. نعم. البيئة البحرية. صحيح، وعندهم سفينة جنان. نعم بالضبط. فأتوقع أن في تعاون بينكم جميل، حتى في مساعدة الطلاب في الأبحاث وغيرها، لكن المسح الميداني ما عندي خلق. لا، احنا عندنا سلمك اللي هي طلعة مرة واحدة نطلع على حدود قطر. سنويا مع جامعة، كان أول مختبر البحار. مع الجامعة. مع الجامعة. ما شاء الله. نعم. كان مختبر البحار، عقب غيره سموها جنان جديدة. نعم. نطلع معهم تقريبا أسبوع، الجامعة المختبر هذه اللي هو الجنان
جاهز، يعني ما في داعي تروح تاخذ العينات وترجع الدوحه، في مختبر كامل صحيح توفر معاكم يروح معاكم تاخذ العينات وتطلع النتائج وانت في في السفينه. ممتاز. اي نعم سنويا تقريبا مع جامعه قطر. ممتاز. جميل جميل. ابو جاسم احنا مستمرين معك، ولكن مشاهدينا الكرام نروح فاصل صغير ونستكمل حديثنا مع ضيفنا السيد علي جاسم الكواري. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، نستكمل حوارنا مع ضيفنا السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية في الوزارة. مرحبا بكم السلام. الله يحييك. حياك الله. مرحبا ابو جاسم. الله يحييك. وجاسم كان حديث جيد تحت الهواء، والان ودنا ننقله مع مشاهدينا. يعني احنا تكلمنا عن النقلة النوعية في طريقة الرصد والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية الان، فلو تحدثنا شلون طريقة مثلا اذا لا قدر الله في مركب تجاري او سفينة تجارية كانت في الحدود او الاقليم القطري وصار فيها تسرب او صار فيها شيء يؤثر على البيئة أو يؤثر على البحر بشكل مباشر. نعم رسلمك الحين شغالين وزارة البلدية والبيئة بتطوير إدارة العمليات بحيث هي تكون مسؤولة عن أي كوارث بيئية أو أزمات أو حالات مثلا تغير في البيئة تكون هي عندها المستجيب الأول تعرف الحالة هذه تابعة لأي إدارة، لأن عندنا إدارات مختلفة. صحيح. كمثلا إدارة الإشعاع، إدارة الكيماويات، عندنا إدارة الرصد، الحماية البيئية، الرقابة البيئية. توزع هي مثلا إذا كان مثلا تسرب مثلا نفطي، إحنا مثلا من اللي يبلغ مثلا يكون مثلا اللي يبلغ أول واحد مثلا عن طريق إدارة العمليات، كمثلا قطر البترول ممكن تبلغ، ممكن يبلغ أي إنسان عادي عن طريق إدارة العمليات اللي هو 889. إدارة العملية تحولها حق الإدارات المعنية، الإدارات المعنية عندها خطة تطلع الفريق ويأخذ العينات إذا كان في تلوث مثلاً إيش الإجراءات ومن هو مسبب، لأن عندنا طريقتين مثلاً من هو المسبب، هي طبعاً لها مخالفة بيئية صحيح، وإيش الإجراءات، لها إجراءات مثلاً من تحليل ولها شلون تعالج المشكلة، مشاركة مع مختبرات قطر البترول، الشركات المعنية والإدارات المعنية. هي اللي تتدخل في معالجة إيه؟ هذا الأمر. إيه نعم. جميل. ممتاز. طيب لو نتكلم ونزيد وعي الناس ونعطيهم خلفية أفضل عن المتغيرات البيئية والملوثات اللي ممكن أن يكشف عنها جهاز أو المسح الميداني. نعم رسمك إحنا نطلع طبعا إدارة الرصد إحنا قلنا هي معنية بالتربة والهواء والماء. الماء إحنا اختصرنا بالبحر، المياه الجوفية عند كهرماء صار اختصاصها. ناخذ عينات من طبعا من البيئه، قلنا تربه وماء وهواء. مثلا قلنا مثلا الماء تاخذ عينات تحاليل بيولوجيه تعرف مثلا البيولوجيه قلنا والكيميائيه وفيزيائيه، مثلا درجه حراره تشوف مثلا هاي مثلا تزيد لها، يعني مثلا عالميا في قياسات معينه حاطينها حق كل عنصر صحيح، مثلا اذا كان مثلا الكيماويات لها حد معين، نعم الفيزيائي لها حد معين، اذا زاد لازم انت تنتبه وتشوف ايش السبب اللي خلى هاي مثلا العنصر يزيد، الحراره زادت، الملوحه، الحامضيه يسمونها البي اتش، لازم ترجع وتشوف اذا زادت هنا يكون عندك انت مثلا تنبيه ان في مشكله في البيئه صايره او في تغير في البيئه لازم تعالجه، فتعالجه انت طبعا تروح تبلغ كل الادارات المعنيه والخبراء وتشوف شنو المشكله وايش افضل طريقه حق حل المشكله. جميل جميل. ابو جاسم كرئيس قسم جوده البيئه المائيه، في تعاون بينكم وبين كهرماء يعني في تكرير المياه في المناطق اللي يتم سحب المياه منها من البحار؟ والله يا طويل العمر احنا عندنا طبعا احنا في مصبات اللي تصب في قطر في كل مكان، طبعا مياه جوفيه زايده، احيانا يكون مياه مكرره، مياه الصرف الصحي الله يعزك تنزل عقب ما تكون تكريرها وتكون صالحه ينزلونها البحر، بس احنا اذا شفنا اي تغير
مثلا ارتفاع درجه الحراره، نشوف مثلا يكون مثلا احيانا مثلا اللي يسمونه تقطير اللي عندك مثلا كهرباء، ينزلون مثلا ماي حار، اذا كان مثلا حراره عاليه نبلغهم مثلا من الحراره عاليه مثلا، يتشوفون انهم هم اصلا ما ينزلون الماي اللي عقب مثلا يتم فتره في حوض ترجع حراره طبيعيه عقب ينزلونه. فاذا احيانا يكون مثلا كميه كبيره يزيد مثلا الماي ينزل، اذا في هالمؤشر احنا نبلغهم ما شاء الله. اي نعم، فهم يرجعون يشوفون ايش المشكله ويحلونها. جميل جميل ممتاز جميل. طيب لو نتكلم عن خططكم المستقبليه، ما شاء الله تبارك الله مثل ما ذكر حمد في بدايه الحديث ان في هناك حركه نشطه جدا في الوزاره عندكم، لكن خلينا نتكلم عن الخطط المستقبليه باذن الله. والله الاداره عندها يعني احنا يعني مثلا التوسع مثلا في اول مثلا مثلا عندنا القياسات كنا ناخذ قياسات مثلا مرتين في السنه، الحين عندنا مثلا قياسات شهريه، عندنا استجابه حق اي بلاغ يجينا، فاحنا نحاول نزيد عدد الموظفين، نحاول نزيد الاجهزه اللي ممكن نستخدمها، عندنا اجهزه كمبيوتر متطوره تقدر تنزلها في البحر تاخذ القياسات كامله وانت في البحر، تعطيك الشاشه مؤشرات وتقدر اي نعم المؤشرات كامله تقدر تقارنها بالجدول اللي عندك، اذا في اي مشكله تقدر تتصل على طول بالمسؤول وتقول له ترى في مشكله عندنا يعني نبي حد مثلا يفحصها مره ثانيه وثالثه يتاكد منها، اذا في مشكله تنحل ان شاء الله في يعني اقاتهم في انذار مبكر يعني. ممتاز. جميل جميل. في نهايه لقائنا ودنا بس نذكر مشاهدينا 998 رقم 889 تاخذ رقمهم 998 998 اعتقد 998 وهل في طريقه ثانيه مثلا اذا في بلاغ بما يخص البيئه؟ والله شوف البلاغات البيئيه احنا لما تكون عالميه تجي مثلا حق قطر البترول، تجي حق وزارة الداخلية، الخارجية، هم يوصلونها حق وزارة البلدية والبيئة عن طريق إدارة العمليات أو عن طريق المنظمات الدولية مثل روبمي، هي عندها اتصال مباشر مع إدارة العمليات، أي عند إيميلات عندها إيميلات وزارة الداخلية والخارجية، تطرش أي إنذار أي مشكلة أي كارثة توصل حق الإدارات هذه، وهم يعرفون وين يوصلونها بناء على إذا كان تلوث إشعاعي، تلوث كيميائي، تلوث بيولوجي، في الأخير توصل حق الجهة المسؤولة. يعني ما شاء الله شغلكم عالم بحر يعني. إيه عالم كبير. هو المثل يقول هو الشيء الكبير يقولك عالم بحر، أنتم فعلا في عالم البحر شغلكم. صحيح. لكن لو نتكلم عن مثلا تعطينا نبدأ أو شيء صار قبل يعني من أكبر المخاطر اللي واجهتكم من قبل. والله يعني المخاطر يعني هي في أشياء طبيعية مثل عندك ارتفاع درجة الحرارة اللي مثلا يأثر على الإحياء على الكائنات، أحيانا تحصل السمك يموت تروحها مثلا في الصيف، هالأشياء هذه هي شيء ظاهرة عالمية احنا بس مجرد نراقبها، هذا توقع ما لها يعني ما لها حل. سبحان الله نعم الله سبحانه يحلها سبحان لكن نعم. هي يعني طبيعية سنويا تجي في الصيف اللي هي مثلا ظهرة المد الأحمر، تراقبها إذا كانت مثلا طبيعية تخليها لأنها أشياء طبيعية. نعم. سبحان الله. إذا تحس أن مثلا وصلت مثلا إلى مثلا يضر الناس مثلا في الأسماك تكون مثلا مسموم أو شيء، فهني تحاول إيه تكون مثلا تنبه لا تأكلون السمك في هالوقت، تحاول أنك تعالج مثلا البحر، تلم مثلا بشباك معينة تنظف البحر من هاي السموم هذه. نعم. وتنطر فترة لين تكون الموضوع مستقرة وترجع إلى الماء. بالنسبة للكوارث الأخرى غير الطبيعية يعني الكوارث عندنا شيء نواجهه مرة شيء الفترة اللي طافت؟ والله يعني ممكن في بعض السفن يكون مثلا فيها تسريب أو مثلا يسمونه ما مياه التوازن، بعض السفن يكون ما عنده مسؤولية مو مهتم مثلا بالبيئة القطرية يجي على طول يرمي الماء يفرغ الماء هذا يكون فيه كائنات لا زيوت ممكن يكون إذا كان مثلا خزان نفط يمكن يكون فيه زيت. نعم. أو يكون فيه كائنات نقلها هو من بلاده وجاء هنا فرغها، تنزل الكائنات هذه تضر الكائنات الحية اللي عندنا. يعني تكون يسمونها كائنات الغازية. هذه تضر يعني ممكن يعني تقتل كل الأسماك اللي عندك وتسيطر عليها لأنها تكون أقوى منها. ما لها مفترس. فهذه المشاكل لازم يكون لها يعني هو موجود لها يعني مثلا ممنوع أنك ترمي المياه، ممنوع ترمي مثلا المياه الملوثة مثلا إذا حادثة مثلا فيها مثلا سفينة نفط لازم على طول تجي مثلا الشركات مثلا كقطر البترول المعني الأول بمعالجة التسربات النفطية إشعاعية عندنا إدارة الإشعاع وكيميائية أيضا إدارة الإشعاع والمواد الكيماوية هي مسؤولة
التعاون مع الجهات الرسمية اللي هي قطر البترول، الدفاع المدني بعد له دور كبير في تنسيق مع إدارة العمليات. جميل، احنا في نهاية لقائنا ودنا منك كلمة عشان نطمن جمهورنا العزيز، لأن الحمد لله بيئتنا طيبة وفي مراقبة وفي حصر لكل شيء يحدث في المياه الإقليمية، ونبي نأكد منك هذه المعلومة. نعم الله يسلمك، احنا الحمد لله رب العالمين، يعني الخليج معروف لحد الآن الحمد لله أنه نظيف، ما في طبعا الكوارث الكبيرة اللي صارت في الدول الثانية أو شيء، حتى بعد الحروب والأشياء ذي الحمد لله يعني المعدلات طبيعية، ما عندنا أي مشاكل، الأسماك الحمد لله طبيعية، الحرارة، العناصر الكيميائية الحمد لله معشراتنا طبيعية، بحرنا نظيف بإذن الله، ما في يعني جهود يعني طبعا وقرارات وقوانين وصار ما يحطونها على الشركات وعلى الملوثات اللي تنزل البحر تكون يعني لها درجة معينة ولها قياسات معينة، يعني جهد الدولة واضحة في الحفاظ على البيئة البحرية والبيئة بشكل عام. يعني ما قصرتوا ايضا، انتم جهودكم واضحة في الحماية والمراقبة الدائمة، بيض الله وجهكم ما قصرتوا. كل معني باسمه السيد علي جاسم الكويري رئيس قسم جودة البيئة المائية في الوزارة، بيض الله وجهك على هذا اللقاء، وشكرا لكم ولجميع العاملين خلف الكواليس على قولتهم على جهودهم. الله يبيض وجهكم، ما قصرتم. ما قصرت، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، حيث حافظت قطر على تقدمها في مجال صناعة الغاز المسال، حيث سيطرت على السوق العالمي ومحتلة المركز الأول في صدارة الغاز المسال عالميا. وصلت صناعة الغاز القطرية هيمنتها على الأسواق العالمية واحتلالها للمركز الأول عالمياً، وفقاً لأرقام صادرة عن بلومبرغ خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت نحو 7 ملايين طن، أي نحو 27% من إجمالي الصادرات العالمية. كما كشف ذات المصدر عن بلوغ إجمالي الصادرات القطرية في الربع الأول من العام 2018 نحو 18.573 مليون طن، مثلت ما يناهز 27.5% من إجمالي الصادرات العالمية التي بلغت خلال نفس الفترة نحو 67.488 مليون طن من الغاز. يشار إلى أن صناعة الغاز القطرية تستفيد من جملة من الميزات التفاضلية التي تعزز من تنافسيتها في الأسواق العالمية. أكمل الاتحاد القطري للسباحة استعداداته لاستضافة الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للسباحة فينا 2018، والتي تقام منافساتها اعتبارا من غدا الخميس وحتى يوم السبت المقبل على مجمع حمل للرياضات المائية بمشاركة نخبة من أفضل السباحين والسباحات في العالم. صحيح أحمد، للوقوف على آخر استعدادات تنظيم هذه البطولة يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو السيد طلال الدرويش أمين سر الاتحاد القطري للسباحة. حياك الله أخوي طلال. الله يحييك. مرحبا بكم مساء طلال، حياك الله معنا. نبي بداية تكلمنا عن آخر استعداداتكم وتجهيزاتكم لانطلاق هذا الحدث العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. التجهيزات طبعا على تمت لكم الوجهي من بداية أن تم العقد معهم، التقاعد موقعنا العقد معهم، واجتماعات طبعا طول السنة هذه اللي فاتت لين اليوم آخر مرحلة اللي هي خلاص بدأت الفرق تجي واللعيبة وبدأت التمارين في المسبح. التجهيزات الحمد لله يعني اكملت على اكمل وجه، وننتظر بكرة إن شاء الله الافتتاح على الساعة 6 المغرب إن شاء الله بإذن الله. هل قطر أول مرة تستضيف هذه البطولة؟ لا، هذه الحين الله يسلمك ثاني مرة. هي البطولة هي كأس العالم، هي على مراحل على 4 سنوات، خلصت الأربع سنوات اللي فاتت، والعام مثل ما قلت لك وقعنا العقد حق 4 سنوات قدام.
ما شاء الله. هذه أول سنة وباقي 3 سنوات إن شاء الله. يعني هذه بتكون أول سنة الاستضافة في دولة قطر. في وتستمر؟ تستمر 4 سنوات. هاي ثاني استضافة. هاي ثاني استضافة إيه. بس تستمر 4 سنوات يعني راح يكون المجموع كامل 8 سنوات إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كم عدد المشاركين إلى الآن؟ الآن وصلوا لين 140 لأن التسجيل مفتوح، وقبل لين الصبح كان 123، الحين 140 سباح وسباحة. ممتاز. في آلية للمشاركة؟ الآلية اللي هو الفراغ، والأرقام طبعا مش محسوبة مثل ذات حق الأولمبيات، لازم عندك رقم معين أنك نعم. توصل تدش المسابقة. إذا عندك مثلا إنجاز أو شيء يعني. إذا عندك إنجاز الرقم، إذا محددين فيه أرقام بالوقت يعني. إحنا ما عندنا وقت، اللي مشاركين كلهم نخبة، كلهم أبطال عالم. تشاد كل هذا بطل عالم ميداليات ذهبية، وعندك كاتينكا من المجر بعد بطلة العالم، وسارة نفس الشيء، وفي عندك الأمريكي بعد نفس الشيء، فكلهم يعني كلهم نخبة وعندهم ميداليات في أولمبيات وبطلات العالم. تسجيل مفتوح للجميع. مفتوح نعم حق الجميع. ممتاز. نعم. ممتاز. طيب شنو حظوظ منتخبنا في هذه المشاركة؟ الحظوظ طبعا ان شاء الله في التصفيات ان احنا نكون من في بعض لعيبتنا ان شاء الله راح يكونوا على النهائي، ونتمنى ان شاء الله ان يعني مراكز متقدمه من 8 الأوائل او 10 الأوائل باذن الله يعني ما شاء الله، ونتمنى ان نكون يعني ناخذ البديوم نكون ناخذ ميداليه، لكن ان شاء الله يكون في حصان اسود ان شاء الله في البطوله. ان شاء الله. كم مشارك قطري موجود في البطولة؟ من المنتخب 21 سباح ما شاء طبعا الله. من الانديه على حسب هم النادي اللي راح يقدم لعيبته اللي يجون. الاعمار طبعا ما راح تكون حق الصغار، لا من 13-15 وطالع. نعم. جميل. طيب. جميل. مشاركة لاعبينا في هذه البطولة، هناك أسماء عالمية موجودة ولها إنجازات عديدة، وأسماء يعمل لها حساب بهذه الساحة. لو نتكلم عن مشاركة منتخبنا، كيف تسهم في تطوير مستوى لاعبينا وأيضا مساعدتهم على المشاركة في مشاركات مقبلة بإذن الله عالمية؟ صحيح. هاي الله يسلمك، ان احنا المشاركه اللي راح اللي احنا حاطين لهم في الاتحاد ان شاء الله ننافس فيهم، اللي هو عندك يعقوب الخليفي ونوح الخليفي وعبد العزيز العبيدلي وفي فراس وفي ناصر، هذول مجموعه نعدهم ان شاء الله حق بطولات الاسيويه والاولمبيه. دائما نحاول نخليهم يحتكوا مع ابطال العالم السنوات اللي فاتت، وحين السنة هذه دائما معهم قريب، خليهم قريبين جدا مع اللعيبة، هنا يشوفون طريقتهم شلون يتحاورون شلون يسبحون شلون طريقة في السباحة أساس إنه يطور من نفسه، وإن شاء الله بإذن الله إنه يعني اللعيبة عندهم استعداد إنه يعني يوصل لمرحلة كبيرة قدام تطوره مثل اللعيبة الكبار. أخوي طلال، بس لو توضح لنا البطولة هي فيها فئات معينة أو فيها مراحل معينة؟ هي ما فيها فئات الله يسلمك، مراحل معينة. هي قبل كان أساس إنه كان 25 متر السنة، طلعت المرحلة الأولى اللي هي في كازان 50، ومرحلة اللي عندنا طلعت فيها 50 متر، ولا هي البطولة كل المراحل كلها 25 متر. حلو. فاللي صار تغيير السنة بس أنا طلع من حظنا أن إحنا عندنا 50 متر، وهي طبعا اللي معترف بها أكثر شيء 50 متر اللي أفضل من 25، بس هاي اللي تغير فيها ما في أي شيء يعني ثاني. جميل جميل. وإن شاء الله يعني بيشوفون منافسات قوية من بداية السباق. يمكن عودة السؤال لأخوي أحمد على تطوير لاعبينا، ومثل ما تفضلت أنتم دائما تسعون لأنهم يحتكون باللعيبة الدوليين. نعم. شلون تشوف بعد استضافة هذه البطولة، والآن إحنا ننطلق في 4 سنوات إن شاء الله مقبلة، شلون تشوف تطور لاعبينا في هذه البطولة؟ اللعيبة خصوصا الحين عندنا الصغار ما شاء الله، شوف يعني دائما الاتحاد حريص أنه يقربهم، يعني اليوم خليناهم يوقعون لهم بالسيد، وهم ماخذين عندهم الكابات القطاع الراس، كل لعيبه اللي ماخذين ميداليات الابطال النخبه اللي في المؤتمر اللي صار اليوم المؤتمر الصحفي الكل وقع لهم، وكانوا يعني حتى اللعيبه الصغار مع شعورهم غير وقع لي كتنكا وقع لي تشاد وقعت لي ساره، فالكل مستانس، فيعني
نقول لهم زين عطونا احنا هاي، يقول لك لا هذه احنا نحطها عندنا في البيت تكون ذكرى، ونبي نوصل للمرحله اللي هم وصلوها لها اللي هي ابطال العالم. فنقول هذا شيء جيد، يعني ان في تفاعل من الاطفال، وهي اعمارهم توم يعني 12 سنه 13 سنه، ونتامل فيهم خير ان شاء الله باذن الله، يعني إن شاء الله. على الرغبه اللي عندهم هم مشدين حيل، وان شاء الله باذن الله الله يوفقهم يا رب. طيب احنا قلنا من بكره ان شاء الله بيكون الافتتاح ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن اوقات المحدده لبدء منافسات البطوله، بدء هذه المنافسات، ونتكلم ايضا عن الجمهور، شلون وضع الجمهور؟ والله الجمهور في التذاكر اللي في أونلاين اللي هي هذه، وتقريبا يمكن انباعت أغلبيتها الحين ما شاء الله. في أماكن حق بيع تذاكر وقت البطولة اللي هي في مجمع حمد الرياضات المائية، والأسعار متفاوتة يعني مو بالسعر اللي العالي ولا الهاي، يبدأ من 5 ريالات لين 250 اللي هي الفي آي بي. طبعا الجمهور نتوقع راح يكون جمهور كبير ان شاء الله، خصوصا في لان كانت البطوله هي يومين وفي وقت الاسبوع، لكن الحين البطوله 3 ايام وفي الاجازه يعني الخميس والجمعه والسبت، فهذا الجمهور ان شاء الله راح يكون اتوقع راح يكون كبير، خصوصا من اولياء الامور اللي عندنا في المنتخب واللي في الانديه دائما هم يحضرون، وغير المقيمين اللي هم الاجانب يعني اللي يحبون هالسباحة هذه، فان شاء الله باذن الله راح يكون مسبح مليان باذن الله. المنافسات راح تبدا طبعا التصفيات الصباح، والنهائي راح يكون بالمساء الساعه 6 المساء. جميل جميل. احنا دائما نتكلم عن اداره اتحاد السباحه، انه ما شاء الله قطعت مشوار كبير محليا ودوليا، شنو كان الهدف من استضافه هذه البطوله والاستمرار في استضافتها؟ الأول شيء أساس اللعيبة يأخذون خبرة زيادة. ثاني شيء لأن حتى الاتحاد الدولي الله يسلمك تقول يعني ما أعطنا الثقة زيادة في الاتحاد وننظم فيها البطولة. أول شيء عندنا مثل عندنا رئيس الاتحاد هو عضو في الاتحاد الدولي، صحيح، وهو نائب رئيس الاتحاد الأسيوي، فأساس الشكل عندنا باور أقوى يكثير وثقة زيادة من الاتحاد الدولي. أحسنا وعندنا بعد في اللجنه في اللجان الفنيه في محمد الشيف في الاتحاد الدولي، يعني ما شاء الله عندنا عناصر جيده وحكام دوليين، فعلى اساس الشكل ان الاتحاد الدولي يعطينا يجدد الثقه فينا، يقول لك لا انت ما دام نظمتوا 4 سنوات سابقه وتجهدون وفي عندكم مناصب في الاتحاد، لا نخليكم نحاول نجدد معاكم بعد 4 سنوات. وهو اكثر شيء اساس ان اللعيبه يستفيدون ان شاء الله فيه. صحيح صادق صحيح باذن الله تعالى. نسال الله تعالى ان يكون الجيل الجديد المقبل وايضا اللي موجودين كلهم خير وبركه، باذن الله يكون منتخبنا منافس نستضيف وناخذ بعد الجواز مره واحده ان شاء الله باذن الله باذن الله تعالى. طيب استضافه هذه البطوله لكم مثل ما ذكرت تعني لكم شيء الكثير، وايضا في هناك توجه ان الجيل الجديد اللي عندكم موجود جيل يرغب في هذا البطولات ويرغب في تحقيق هذه الإنجازات، شلون تشوف إقبال الجمهور بشكل عام؟ هل في إقبال عندكم مثلا في الاتحاد؟ في ناس تسجل، في ناس قاعد تجي، في عندنا حتى متطوعين كثار، وفي الجمهور صراحة زي ما قلت لك الجمهور بنفسه يجي حتى في التمارين. احنا لو اليوم انا توني جاي قبل لا اجي الاستديونين مار على المسبح، في تحصل من الجمهور، في من اولياء الامور يعني جايين يشوفون، في رغبة على في رغبة على كبيرة يعني. جدا نعم في رغبة كبيرة، لأن الأكثرية تميون يشوفون اللعيبة النخبة الكبار الأبطال العالم، فيعني متوقع إنه راح يكون حضور جيد، خصوصا بالمساء راح يكون إن شاء الله إقبال كبير من الجمهور. ننتقل شوي للجانب الفني، يعني ما شاء الله يعني هذا النوع من البطولات تحتاج إجراءات أمن وسلامة على مستوى عالي جدا، ودنا نعرف جمهورنا شلون تمت هذه الإجراءات وين وصلتوا فيها الآن؟ هو الله يسلمك لأن في كل مسبح المفروض راح يكون اللايف جارد والمنقذ في على يعني على كل مسبح على كل سباق، حتى لو في عندك مسبح حق تدريب لازم يكون فيها هاي قانون الاتحاد الدولي صحيح. فالمنقذين جاهزين، الاسعافات الاوليه، السيارات الاسعاف موجوده، الاطباء موجودين،
على مدار الساعة، يعني في التمارين موجودين، في البطولة في المنافسات موجودين. يعني الحمد لله يعني ما في أي ثغرة إن نقول عندنا إحنا والله عذرنا صار أي شيء لا قدر الله، إن إحنا لا الحمد لله يعني موجودين، كل الستاف كله موجود. يعطيكم العافية. البطولة راح تكون في مكان مسكر، المسبح المسكر، لكن خلينا نتكلم عن كفكر مستقبلية أو كتوجه مختلف شوي، أن يكون مثلاً في مكان مفتوح أو في مثلاً مياه البحر المفتوحة، هل في هناك توجه إن شاء الله تكون بطولات كذا؟ عندنا إحنا الله يسلمك راح يكون مياه المفتوحة بطولة العالم نفس الشيء. نعم. على أثر هذه المياه المفتوحة إحنا من شهرين كنا عند بطولة المياه المفتوحة، وحين بعدها إن شاء الله بعد في على ما أعتقد شهر اثنين راح تكون بطولة المفتوحة المياه المفتوحة. وعندنا 2023 بطولة العالم اللي راح تكون فيها خمس لعبات، اللي هاي من ضمنها المرتفع الدايفنج الهاير، اللي يعتبر انه هو الارتفاع العالي في اي هذا اللي نطوه من فوق، من فوق اللي مثل اللي دام على الجبل. المهم انه تقريبا في حدود 80 متر ما شاء الله. اي نعم، فمرتفع عالي غير القطس اللي عندنا في داخل المسبح اللي هي 10 امتار. وما شاء الله عندنا مسابح وعندنا ملاعب مؤهله لهذا النوع من البطولات. نعم، هذا المسبح الحين اللي عندنا هذا مؤهل حق كاس العالم ان شاء الله 2023. طبعا غير المسابح اللي راح يكون فيها التدريبات حق الفرق كلها، لان راح يكون في الخمس لعبات واللي هي راح تكون تقريبا 25 او 20 الف سباح وسباحه ولاعب في كره الماي، السنكرو والقطس والمياه المفتوحه والهاي دايفنج. الخمس لعبات هاي طبعا كلها مع هذه لما تكتمل تكون بطوله عالميه. اي نعم، هاي في بتكون كاس العالم ولا بتكون اسيويه ولا بتكون على العالم. اي مستوى العالم على مستوى العالم. نعم، بطوله العالم اللي هي معروفه تصير الحين من سنتين كانت في المجر، السنه الجايه راح تكون في الصين، استغفر الله، يمكن في كوريا، وبعدها راح تكون عندنا هنا باذن الله في 2023. الله يعطيكم العافيه. الله صراحه يعافيك. مجهود تشكرون عليه صراحه. الله يعطيك. طيب نم منك كلمه الان توجهها للجمهور ان شاء الله. والله اتمنى اول شيء الكل يحضر يستمتع بالبطولة، خاصة أن التذاكر سعر رمزي. سعر رمزي جدا. نعم، وتكون راح يستمتعون بالمنافسات القوية والحضور. ثاني شيء أتمنى من يعني الكل أنه يتعلم السباحة. السباحة أول شيء يمكن هي الرياضة الوحيدة اللي تشغل عضلات الجسم كاملة. صحيح. بغيت أنك تسوي دايت تقدر من السباحة، علاج حق الجسم، العضلات، المفاصل، العمود الفقري، هاي كلها لها علاج اذا انت تسبح في المسبح. ما اقول لك انا اسبح مثل السباحين طبعا، لا، اسبح اللي تقدر لو نص ساعه بس تسبح، بس تحرك الجسم. تحرك الجسم، الرياضه جدا ممتعه. يعني اتمنى ان الكل يسبح ويتعلم السباحه. صحيح. وان شاء الله يعني في اقبال كثير الحين، لكن بعد نبيه يكون افضل خاصه إن عندنا يعني مسابح تقريبا اغلبيه النوادي فيها تلقاها نوادي مسابح فيها. الانديه، المراكز الشبابيه. الشبابيه نعم، في حتى الكمباوندات فيها مسابح. صحيح. الفنادق. صحيح. الكل فاتح يعني، اصبح حتى المنازل، يعني في بعض المنازل فيها اصبح من فيها من فيها مسابح. الجيمات اللي موجوده كلها اغلبيه الان قاعده تفتح مسابح مع الجيم نفسه، يعني في 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 يعني اللي يبي هالرياضه هذه ما راح يحتار، ما يحتار ويروح اي مكان. نعم صحيح. نعم. طيب يمكن في نقطه صغيره ودي استفسر منها. الان بالنسبه للبطوله طبعا، هل في فعاليات مثلا للجمهور او اماكن مخصصه للفعاليات مصاحبه لهذه البطوله؟ ما في الفعاليات، الا انه بس الله يسلمك اي ويشوف البطوله يستمتع فيها، وال يعني ما راح يتوه في اي شيء. والاوقات عندك من الساعة 10 لين الساعة 12 اللي التصفيات الصباح،
ومن الساعة 6 لين الساعة 8 النهائي هذه، وراح يكون فيها توزيع الميداليات على الهاي، يعني خميس جمعة سبت. اي نعم بهذا الشكل، الفترة الصباحية من 10 ل 12. اي نعم. وفي المساء جمعة، بس يوم الجمعة طبعا بعد الصلاة راح يكون هذي. بس انه كل يوم في تصفيات اي نعم، كل يوم تصفيات، كل يوم تصفيات حق، لان العدد كبير، العدد وصلنا 140، ما تقدر تخليهم كلهم فيها، لازم تصفي منهم اللي يطلع في التصفية خلاص على النهائي على طول. والله يعطيكم العافية. يعني ثلاث أيام بتكون ضغط. لا إن شاء الله ربع حقها، لأن هي تبدلت البطولة، قبل كان يومين و25 متر، الحين ثلاث أيام و50 متر، هاي شوي سرعين، لكن إن شاء الله قدها ما تقصرون. سيد طلال درويش، أمين سر اتحاد قطر للسباحة، يعطيك العافية، بيض الله وجهكم، والله يوفقكم إن شاء الله في هذه البطولة إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم العافية، الله يبيض وجهك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجعين لكم، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، في الشأن الثقافي، أنهى الفنان القطري أحمد الجفيري برنامج الإقامة الفنية في المدينة الدولية للفنون بالعاصمة الفرنسية باريس، وعاد ليجسد تجربته الفنية هنا من خلال معرض استضافه مركز مطافي مقر الفنانين. تتويجاً لتجربته في برنامج الإقامة الفنية في المدينة الدولية للفنون بالعاصمة الفرنسية باريس، افتتح الفنان التشكيلي أحمد الجفيري معرضاً في مطافئ مقر الفنانين تحت عنوان وليمة متحركة. قدم الجفيري من خلال المعرض تصورات مختلفة لواحدة من أشهر عواصم العالم، مبحراً في التأملات الخفية للمدينة، ومسلطاً الضوء في الوقت ذاته على جوانبها المظلمة مثل حالات التشرد والفقر. أنا قررت أني أروح الإقامة الفنية في باريس أول ما أعلنوا، اللي هو أول فنانة اللي راحت ابتسام، فبعد ما شفت هي شغلها وعملها وشون تغير من، يعني شون كان شغلها قبل ما تروح، بعد ما ترجع قلت لازم أجرب هالتجربة. أنا اللي أعرف عن شغلي أعرف إن أنا أقدر أسوي لوحات، تجسمات، طباعة، أنواع الفن، عشان درست في جامعة فيرجينيا كومنولث يونيفرسيتي، بس الفكرة اللي ورا الشغل كانت تختلف من الأفكار اللي موجودة هنا. كنت وايد أفكر عن، يعني إذا بروي شغل ولا بعرض في معرض أفكر وايد عن النفس، بس بعد ما رحت فرنسا وشفت الأعمال كلها، يعني من حوالي العالم أعمال في one city، يعني في مدينة واحدة، تغير الشغل، تغير الفن اللي عندي، وصار الشغل أكثر عن الإنسانية. يذكر أن برنامج الإقامة الفنية في المدينة الدولية للفنون وامتداد لنظيره في الدوحة الذي تستضيفه مطافئ مقر الفنانين، ويشارك في كل دورة من دورات البرنامج فنان قطري لمدة 3 أشهر بالمدينة الدولية للفنون في باريس، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر. وفي الاقتصاد، ووفقاً لدراسة شاملة ودقيقة للمرصد العالمي لريادة الأعمال، حققت قطر طفرة كبرى في مجال ريادة الأعمال هذا العام مقارنة مع العام الماضي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أظهر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017 تقدماً ملحوظاً لدولة قطر في مؤشر قطاع ريادة الأعمال خلال العام 2017 مقارنة بالعام الذي قبله.
التقرير تم إعداده بالتعاون مع المعهد العالمي للريادة والتنمية في واشنطن. أشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في عام 2017 مقارنة بالمرتبة 44 خلال العام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمرتبة 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة مع 54 اقتصاداً عامياً ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. يذكر أن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال يشخص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. مشاهدينا الكرام، وبهذا التقرير نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات للتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بهذا البرنامج، أو متابعتنا أو المشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. في أمان الله.